النص الرابع: شاب في قطار. اتخذ الشاب ذو 25 عاما جانب النافذة في القطار، وإلى جانبه والده العجوز. وحينما تحرك القطار، كان صوت الشاب المبهور بكل شيء لا يكاد يسكت، ينظر حواليه منعما النظر في كل الأشياء، يستفهم طارة ويتعجب أخرى. رباه ما أضخم القطار، لم أكن أتصور أنه بهذا الحجم. يبتسم له والده ويربت على كتفه. ينظر الشاب عبر نافذة القطار ويصرخ متسائلا: أبي، انظر إلى السماء، ما هذا الذي يحلق عاليا؟ إنه طائر النسر يا عزيزي. يا إلهي، كم هو جميل. انظر يا أبي إلى الأشجار، إنها طويلة وجميلة اللون، لم أكن أتخيل أنها بهذه الروعة. واستمر يسترسل في تعليقاته بصوت عال يسمعه كل من في مقصورة القطار، حتى وأن بعض الجالسين في مقاعدهم تطلعوا إليه بعجب، بينما آخرون أخذوا يتهامسون فيما بينهم من غرابة المشهد. تقدم رجل من الأب العجوز وخاطبه بؤسا: يبدو أن ابنك ليس في حالة جيدة، حبذا لو تعرضه على طبيب نفسي. تطلع إليه العجوز بصمت ابتد برهة، ثم قال: في الحقيقة ابني هذا الذي تراه مندهشا من كل شيء يبصر لأول مرة بعد 25 عاما قضاها في العمى. الاستماع. نستمع إلى نص بعنوان شاب في قطار، ونجيب عن الأسئلة الآتية: 1- أين جلس الشاب ووالده الشيخ بجانب النافذة في القطار؟ 2- مما تعجب الشاب؟ تعجب الشاب من حجم القطار. 3- ما الشيء الذي تساءل عنه الشاب؟ تساءل الشاب عن الطائر المحلق في السماء، عن النسر. 4- ما موقف ركاب القطار من تساؤلات الشاب؟ تطلع إليه بتعجب وكذلك بغرابة. 5- ماذا اقترح الرجل عن الأب الشيخ أن يعرض ابنه على طبيب نفسي؟ 6- كيف برر الأب تساؤلات ابنه وتعجبه من كل ما تراه؟ من كل ما رأى أن ابنه أصبح يبصر بعد 25 عاما وهو أعمى. 7- لو كنا من ركاب القطار، كيف نتصرف بعدما عرفنا حقيقة أمر الشاب؟ نتعاطف مع الشاب ونساعده في فهم الأشياء.